معايا فيديو جديده ان شاء الله، كنتمنى تكونوا كامل الف خير. كيف ما كتشوفوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم فيديو غير العاده بصراحه. شفت بزاف ديال البنات والدراري اللي جامعين واحد القدر من المال، باغيين يبداو شي مشروع وما عرفوش باش شنو يديروا. صراحه فكرت فيهم وعن تجربه، زعما الناس اللي عارفهم جربوا شي مشروع، وخا يكون غير بدخل زعما قليل باش بداو، اولا يعني تجربتي الخاصه. خليكم معايا حتى الاخر الفيديو الا بغيتوا تعرفوا شنو هما هاد المشاريع. كاينين بزاف ديال الناس اللي حاولوا انهم يوفروا من المدخول ديالهم الشهري، جمعوا واحد القدر من المال، قالوا باش يدخلوا بشي مشروع، ولكن باقيين مترددين ما عارفينش اشنو هو المشروع اللي غادي يديروا. وكذلك كيظنوا مثلا باقيين ما جامعينش بزاف، كيقول لا واقيلا هذا القدر من المال ما غيكفينيش. انا كنصيحه ليا الواحد اول حاجه يبدا بشي حاجه قليله حتى يجرب هذاك المشروع، يشوف واش غادي ينجح ليه ولا لا، يشوف بعدا يسول، يعرف هذاك مثلا هذاك المشروع اللي غادي يدير واش مربح، الناس اللي فايتين عن تجربه يعني عاد يدخل في هذاك المشروع. ومن الاحسن كما قلت يبدا بمصروف او بواحد القدر من المال اللي يكون هو في الاول، ما نقولوش ضئيل ولكن مهم. اليوم بلا ما نزيد نطول عليكم، انا بصراحه عندي فكره على ثلاثه المشاريع اللي نقدروا انكم تبداو بدخل او بفلوس ابتداء من 500 درهم، سورتو بالنسبه للبنات او حتى الدراري. انا جايبه المشروع بصراحه باش ما يبقاش فيهم الحال الدراري، هذا المشروع جايبه البنات والدراري، لان بصراحه واخا تكوني خدامه او لا خدام او لا غير ربه بيت، المهم وجامعه واحد القدر من المال وبغيتي بغيتي تديري واحد المشروع ديالك خاص من دارك، يعني ما تحتاجيش انك تخرجي ولا شي حاجه. اول مشروع بلا ما نزيد نطول عليكم، ما بغيتش نطول على الفيديو. الا كنتو شفتوا الفيديو اللي كنت لحلت لكم قبل على هذا الموقع الصيني داك علي اكسبريس، هذاك الموقع كيف ما قلت لكم فيه شي حوايج اللي رخاصين وبثمن زعما مزيان، ماشي مزيان فوق المزيان، غير خاصكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع هذاك الموقع. المشروع شنو هو؟ بصراحه انا كنلاحظ ماشي مره ماشي جوج شي حوايج، ان مثلا شريتهم انا من هذاك الموقع ديال علي اكسبريس، مثلا الا كتعرفوا البنات غيكونوا عارفين هذيك لابغوس اللي كنغسلوا بها الوجه ديالنا، كانت ديك الساعه يلاه خرجت في المغرب، خرجت بثمن تقريبا واقيلا 150 درهم هذيك الساعه. المهم انا كنت دخلت لدي غروب فين كيبيعوا بحال داكشي المستحضرات ديال البنات ديال التجميل ولا اللي سميتو، المهم كنشوف الاثمنه تصدمت، ما كاين غير 150 درهم 100 درهم. دخلت الموقع ديال الاكسبريس كنتصدم، بشحال خديتها البنات؟ خديتها ب 32 درهم. شحال الفرق ديال الفلوس؟ 150 نقصوا منها 32، غنديروا داكشي بالكالكول، 150 درهم نقصي منها 32 درهم يعني زايده 118 درهم، 118 درهم كلها الربح. انا شنو خممت؟ يعني تقدري حيت بالنسبه للشراء من داك علي اكسبريس عندك كل شهر ان بلافون ديال 1000 درهم، 1000 درهم ديال المشتريات تقدري تاخديها، وبعد مرات كتزيد كثر، المهم على حساب لا بونك وعلى حساب الفوندور كيفاش اللي غتاخدي من عنده هذا. المهم المشتريات ديالك، غير هو الحاجه الوحيده اللي باقيين واحدين فيها هي لا ليفيغازون، بعد مرات كتعطل يعني التوصيل اللي كيوصل لك حتى للدار كتعطل. المهم انا قلت لكم على حساب الفوندور، الا كنتي كتقلبي وكتعرفي مزيان وتشوفي الناس اللي شراو اشنو هما الراي ديالهم في داك المنتوج، واش وصلهم بالزربه ولا ما وصلهمش، عاوتاني الا كنتي كتخلصي عليهم لا ليفغيزون بيان سور غادي يوصلوك بالزربه. انا كندوي مع الناس اللي ما غيخلصوش لا ليفغيزون، باغيين شي حاجه قليله. مهم انا الفكره ديالي اشنو هي؟ بما ان الناس هنا كيبيعوا كما قلت لكم، شوفوا الفرق ديال 113 درهم، علاش نتوما ما تجيبوش بكميه، مثلا تجيبوا بخمسه ولا سته في الاول، ولا تجربوا غير بثلاثه كل منتوج تجيبوا منه ثلاثه الحوايج. كاينين تما لي مونط رخاصين بزاف البنات وبزاف الدراري، وكيعجبوا الدراري والبنات بزاف لي ليونيت. هذه هي الفكره ديالي بصراحه، اول من زعما اول فكره المشروع هي تشري من السيت على الاكسبريس بكميه، مثلا كل كما قلت لكم كل منتوج شريو منه واخا غير ثلاثه الحوايج، ثلاثه
ثلاثة المنتوجات، يعني ثلاثة لي برودوي، كل واحد تاخدي منهم ثلاثة تخوا زارتيكل. هادوك المهم تجمعي، وما تشري، النصيحة عاوتاني ما تشري الحاجة حتى تعرفي واش الناس مطلوبة عندهم. يعني مثلا غادي تحطي، غتاخدي تصويرة مثلا، نعطيكم انا الطريقة ديالي. تاخدي تصويرة ديال هذاك البرودوي، تحطيه في شي جروب وتكتبي مثلا جروبات للبيع والشراء وداكشي، تكتبي مثلا غتشوفي انت الثمن ديالو، مثلا محطوط في اليكس بريس قطة وقطة، مثلا محطوط ب 50 درهم، انا غادي نبيع، ولا غنديرو على داك، غنديرو مثال على هذاك المنتوج اللي قلت لكم ديال البغوص اللي كتغسل الوجه. انا قلت لكم لقيتها في اليكس بريس ب 32 درهم هنا في المغرب ديك الساعة، اما دابا نقصت شوية، ديك الساعة كانت 150 درهم، انا غنجي غنحطها غير ب 100 درهم، ناقصة 50 درهم، يعني انا اللي غنأتيغي لاطونسيون، انا اللي غيشوف عندي الناس حيت ناقصة في الثمن، وهو راه نفس البرودوي ياك، غادي نحطها غادي نشوف شحال ديال الناس طالبينها، اين فوا غادي يطلبوها ليا دوك الناس هداك العدد، ندوي معاهم وهذا، نحدد معاهم واحد الوقت اللي عارفة انا اللي غادي يوصلني فيه البرودوي باش نبيعو ليهم. قلت لكم الوقت هو المشكل هذاك لو سيت، غير هو من الاحسن ما تبداو تلونسيو حتى تقرب توصلكم هذيك، قرب يوصلكم المنتوج، وانتم ما تشريوش اي حاجه، شريو الحاجات اللي مطلوبين كيف ما قلت لكم، هذاك الادوات ديال بالنسبه للبنات، لي باليت، لي بانسو مرخص بزاف البنات، لي مونتر، لي لونيت، بحال هذا الشيء، وما غتضيعوش فيهم، سيغمو غادي يتباعوا لكم، واخا تبيعوهم يعني ثمن تزيدو غير شويه، المهم غادي هذه كبدايه. النصيحه ديالي شنو هي؟ غادي ديروا هذه البدايه كحال هكا، مني غادي تبداو تبيعوا وتربحوا فلوس، الربح يبقاو ابار، غادي يتخباو، غادي تشدوا الفلوس، راس المال كيف ما كنقول، راس المال تردوه هو اللي تشريو بيه عاوتاني باش تعاودوا تبيعوا حتى تجمعوا واحد الربح اللي هو كيف ما كنقولوا مفرح. حيت كبدايه انا نصيحه مني وبصراحه، يعني ما كيكونش شي دخل كبير بزاف، غير هو كبدايه وكتفرحي شي حاجه اللي زعما حيت حلال، ما غاديش ديروا شي حاجه اللي هي خايبه. كيف ما قلت لكم، حتى تعرفوا هذاك المنتوج اللي مطلوب عدد شريه، عطيتكم مثال ديال ثلاثه الاشياء، كاينين بزاف الحوايج اللي مطلوبين، كاينين السباطه بزاف. هذا ندوزو لشي مشروع تاني، مشروع تاني تقريبا بحال الاول، غير هو الحوايج، الحوايج البنات كيكونوا عارفين الموقع ديال شي ان، فيه الحوايج رخاص وزبينين، غير هو كيف ما هذا الموقع حتى هو ما تشريو او دومونديو على الحاجه حتى تاكدوا ان شي واحد غادي يشريها، يعني ما تبقاش عالقه ليكم في ايديكم. حتى هو الصراحه موقع زوين، انا كيعجبني حوايجو غزالين، لا ليفريزون ما كتعطلش، لي بري تري ريزونابل، يعني لا تقدو زعما تجيبوهم وتعاودوا تزيدوا واحد القدر من المال باش تعاودوا تبيعوه، او ميم طون ما تكون عندكم واحد الكميه ديال الربح. هذه جوج المشاريع البنات اللي بصراحه، او الدراري من سج الدراري غادي ياكلوني حيت كيتفرجوا فيا. هاد المشاريع اللي عطيتكم بصراحه، يعني اي واحد يقدر يديرها من الدار ديالو، يعني ما يقدرش، ما يحتاج حتى يخرج او يدير بلاصه او لا يمشي يخدم او لا. وبالنسبه للناس اللي خدامين بغاو يزيدوا في المدخول ديالهم ويكون واحد المدخول اخر من غير هذاك المدخول ديالهم الشهري، هذه افضل نصيحه واحسن نصيحه اللي غادي نعطيكم لهذا الوقت. بغات الواحد انه يجمع شويه ويدير على شي يرجع كيف ما كنقولوا، يحاول بشي حوايج يبدا في الاول بب بب يعني بثمن قليل، ما يحاولش يدخل في شي مشروع وهو ما متاكدش منه، من غير الا ما سول وعرف مزيان. وبكل صراحه انا هذا المشروع اللي قلت لكم الاولاني ولا الثاني ديال الاكسبريس وشيئين، بالنسبه للمشروع الثالث بصراحه كيبغي اللي ماشي اللي ما خدامش، ولكني كيبغي شويه الوقت، لان المشروع كيبغي انك تخرج او لا تصيفط الا ما كان ممكن، يعني تصيفط شي حد تكون مشروع ديالك نتايا او بالنسبه للبنات. المشروع هو الماكله، المغرب معروف الناس كياكلوا فيه، والمشروع الوحيد اللي مشي بزاف هو الماكله، عندك الماكله والقهاوي. بالنسبه للقهاوي خص يعني يكون عندك واحد الفلوس نيت الا بغيتي تحل واحد القهوه.
اما بالنسبه للمشروع اللي قلت لكم ديال الماكله، يعني اي واحد على قد الاستطاعه ديالو، كاين اللي كيدير غير ساندويتش، كيمشي مثلا لافا، كيمشي البلايص اللي فيهم الدراري كيقاول لي زيستيا لي زيكول، مهم يمشي في هاد الصيف للبحر كيوجد دي ساندويتش. كاين اللي كيبيع غير القليه، كاين اللي كيبيع غير لي كلاص، مهم حتى هو في واحد الدخل اللي هو واخا قليل، ولكن كبدايه كتكون مزيانه. بصراحه انا عندي بعض المشاريع اخرى، ولكن كتكون كتبغي بعض يعني المصاريف كثيره شويه. حاولت نقلب لكم على المشاريع اللي كتبداو زعما بواحد المقدار ديال الفلوس تكون قليله، واخا تكون عندكم كيف ما قلت لكم غير 500 درهم تقدروا تبداو بها كبدايه، وحتى تشوفوا زعما واش هذاك الشيء غينجح معاكم ولا لا. بلا ما نزيد نطول عليكم، هادو هما المشاريع اللي بصراحه عارفه لحد الان. غنحاول نقلب لكم على بعض المشاريع الاخرى اللي تقدر تكون يعني ما معروفاش بزاف، ولكن او ميم طون كتجيب المداخيل. بلا ما نزيد نطول عليكم، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. ما تنساوش بالنسبه للناس الجداد ديالي، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك الى عجبكم الفيديو، ومرحبا بكم كاملين، وشكرا بزاف. باي باي.